الله لا يوفق. فيما يبحث المجتمع الدولي في غرف المؤامرات المغلقة عن مستقبل لسوريا، يكون الأسد فيه جزءا من حل مزعوم في أي تسوية سياسية محتملة. ينشغل هؤلاء في أحياء حلب بالبحث عن ماضيهم وحاضرهم المردوم أمام أعينهم بعد أن حولت المجازر الروسية بتواطؤ دولي أجساد أبنائهم وبنيانهم إلى أشلاء. يدفع أهالي حلب وهم جزء من شعب ثمن رفض أي مستقبل يكون فيه الأسد رئيسا، يقول المبعوث الأممي ستيفن دي ميستورا بعد جلسته التي عقدها مع مجلس الأمن، إنه يأمل من روسيا وأمريكا أن تتدخل لإنقاذ المفاوضات والهدنة على الأرض. وثمة من يتساءل، ألم يسمع دي ميستورا بتصريح الخارجية الروسية الذي قالت فيه إن طائراتها هيأت الأجواء للعملية السياسية؟ وألم يسمع دي ميستورا كذلك بالتصريحات الأمريكية التي مررت عبارات يمكن اعتبارها تبريرا للمجازر الروسية، حين وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المشهد في حلب بالمعقد نظرا لصعوبة التمييز والفصل بين المعتدلين والإرهابيين؟ ومع أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا مايكل راتني أصدر بيانا يدين فيه ما يجري في حلب واصفا ما يجري بالأمر المقيت، إلا أن بيانه خلا من أي تصريح أو حتى تلميح بالمجازر الروسية. وربما هذا ما دفع الوزير الروسي لافروف لشكر واشنطن على تعاونها في سوريا، فأي تدخل يأمل دي ميستورا من الدولتين؟ يتساءل متابعون. وفيما المحرقة الحلبية تشتعل وتستعر ومثلها محارق أخرى، يكمل المبعوث الأممي دي ميستورا آماله باستئناف المفاوضات الشهر المقبل، معتبرا أن الجولة الأخيرة حققت تقدما كبيرا ولم يعد الحديث عن الانتقال السياسي من المحرمات. نثق أننا حققنا تقدما بما يتعلق بالانتقال السياسي. أولا، لم يعد أحد يتهرب، هناك اتفاق مشترك على ضرورة حدوث انتقال سياسي. أتذكرون سابقا كان الحديث عن الانتقال السياسي محظورا، أما اليوم فلم يعد كذلك، وهناك تفاهم واضح حول بعض المفاهيم كحدوث انتقال سياسي بوجود حكومة انتقالية، وهو ما تم التوافق عليه. وهنالك تقدم بالفهم المشترك فيما يخص أعضاء الهيئة الانتقالية التي ينبغي أن تضم معارضين ومستقلين، ما يعني أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال الحكومة الانتقالية والمفاوضات، ويجب تجهيز مسودة الدستور في وقت لاحق. إذن هناك توافقات كما يدعي دي ميستورا بين النظام ووفد المعارضة، لكن تلك التوافقات يعتبرها البعض فضفاضة ولا تدخل أبدا في صلب الانتقال السياسي وتفاصيله. يقول دي ميستورا إن التوافق على التفاصيل يتطلب ضغوطا من المجتمع الدولي، فهل يفهم السوريون إذن من ذلك أن ما يجري في حلب من جرائم إبادة بحقهم هو نموذج من الضغط الدولي الذي يتحدث عنه دي ميستورا؟ وإذا كان لدى العالم رهان بعد لتغيير مواقف السوريين، فإن ذلك لا يغير من مواقفهم، ولأهل الأرض الكلمة الحكم والفصل. هاي بلدنا، بدنا ندوس على راسنا، بدنا ندوس على راسنا واحد واحد.